بجرب الجهاز ده دلوقت، نوت 20 سامسونج، فبجرب الكاميرا كده، لقيت حاجة ما جربتهاش قبل كده بصراحة. يعني أنا بصور بجهاز أوبو رينو 2، إن شاء الله برضو كاميرته كويسة، بس تعال كده نجربه الكاميرا في النوت السامسونج. ده الجهاز هو بيلمع بس مش باين شوية. لو جينا نجربه الكاميرا وحبينا نزومه، هي الكاميرا جابت حاجات انا مش شايفها بعيني. كده انا حرفيا مش شايف السلم ده بتاع الصيدلية ولا شارع سعد زغلول، انا في الجمهورية على فكرة. الكاميرا مش موضحة اوي اللي الكاميرا التانية جايباه، يعني ده كده قدام مني شارع سعد زغلول والصيدلية اللي فوق. ده كده شارع سعد زغلول، الكاميرا موضحة فيه اللي الكاميرا بتاعت التوقف اصلا مش موضحة.